تقول لها ان رميش مشرا جاركم ده اذكى واشطر واحسن منك بكتير، وان دماغه دي توزن عيلتك كلها، وان هي بتقول اي كلام فارغ وخلاص. مش ممكن، هو ازاي عارف كل ده؟ يكونش عامل حفرة في الحيطان ولا عامل ايه ده؟ بص يا مشرا، بلاش كلام فارغ وملوش اي لازمة، يا ريت تبطل التخمينات دي. لا دي مش تخمينات يا مرزا، انا شايفك وهديك كمان في وشك. متخلف. بقولك ايه، انا عندي المخبرين بتوعي متوزعين في كل حتة في البيت. بابا، جدتي مشغلة الدفاية في الجو الحر ده. استنى، يا ريت تقول لمامتك تقفل الدفاية شوية علشان لسه بدري على الشتاء. ايه ماما؟ طب مش راهو هو انت عرفت كل ده ازاي؟ بابا، الحلة دلوقتي بتتخانق مع البراد. ما تخليهم يتخانقوا، انا مش فارقه معايا، سيبني في اللي انا فيه. ايه، انا قصدي يا بابا اقول لك ان جدي بينشف هدومه بجهاز تنشيف الهدوم. ايه؟ ايوه. متاكد؟ اه. اهلا مشرا، انت فاكر نفسك ملتزم بالقانون يا مشرا؟ قبل ما تديني محاضره في القانون ركز في كلامي. الناس اللي ساكنين بقى في بيوت من ازاز المفروض ما يغيروش هدومهم على الملأ كده. قصدي انك يعني تقول لباباك يسيب هدومه تنشف في الشمس مش بجهاز التنشيف السريع. الطماطم دي بايظة، عاملة زيك كده بالظبط. نقلي شوية كويسين ووزن لي. يلا ازيك يا بيتو؟ احنا الادب والاحترام لما بنستخدمهم بيكون مع الناس المحترمين، ومش بنستخدمهم ابدا مع الناس النصابين. هو انت